فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم يستلزم الانتقاص من المفضول؟ هل التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم يستلزم الانتقاص من المفضول؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز ينتقص المفضول من الصحابة، لا ينتقص لأنه صحابي فلا يجوز انتقاصه، لكن الله يفضل بعض الناس على بعض، الرسل يفضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل معنى هذا إن المفضول ناقص من الرسل؟ لا، لكن هذه درجات يجعلها الله سبحانه وتعالى. نعم.